السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي أبطال جريد 4. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشرح مع بعض آخر كونسبت في الترم الأول، كونسبت نمبر 2.3 في اليونت نمبر 2. ده يعتبر آخر كونسبت لينا في الترم الأول، وكده ما شاء الله حلينا وشرحنا مع بعض منهج الساينس لجريد 4 في على مدار حوالي 100 فيديو. ناس كتير سألتني الفيديوهات نلاقيها فين يا ميس؟ الفيديوهات يا ولاد هتلاقوا في قائمة تشغيل موجودة في القناة. في القناة هتلاقي في ايقونة مكتوب عليها فيديوهات، جنب منها شورت، جنب منها ايقونة مكتوب عليها قائمة تشغيل. ادخلوا عليها هتلاقوا في فولدر باسم ساينس جريد 4 المنهج الجديد. هتدخلوا عليه هتلاقوا كل الفيديوهات، حوالي 100 فيديو من اول السنة شرحنا فيه منهج الساينس بطريقة مبسطة لجريد 4، وحلينا فيه تمارين واسسمنت مع بعض، ومكملين ان شاء الله لاخر السنة. يلا بينا نبدأ بقى على بركة الله نشرح الكونسبت الأخير في الترم الأول 2.3 بعنوان Energy and Collision، الطاقة والتصادم. يلا بينا نبدأ على بركة الله. وحب أذكركم أول مرة تشوفوا قناتنا دكتور ساين صفاء، اشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، وفي صندوق الوصف موجود لينك جروب التليجرام والفيسبوك، اشتركوا معانا عشان في جروب التليجرام في مذكرات مختصرة للمنهج. ليسون نمبر 1. طب بيتكلم عن ايه بقى ليسون نمبر 1؟ اكتيفيتي نمبر 1، كان يو اكسبلين، عايزك تشرح. بص الصورة كده يا ولاد، بص الصورة اللي قدامكم دي، الصورة اللي قدامكم دي فيها ايه؟ فيها عندك كار صغيرة، وفي عندك تراك كبير، حصل ما بينهم كراش. حصل ما بينهم ايه؟ كراش. كلمة كراش يعني تحطم. العربيتين يعتبروا الى حد ما في تحطم، بس التحطم الكبير حصل في العربية الصغيرة، بنسميه كولايد. كولايد يعني تصادم، او بنقول عليه كراش، او بنقول اكسيدنت، حادثة، اي مصطلح يمشي. طب ايه هي المواصفات بتاعت التراك؟ تراك الكبيرة اللي لونها احمر دي. التراك اول حاجة هي هيفير اوبجكت، جسم، بس جسم تقيل ليه وزنه، هيفير. عكسها ايه؟ عكس كلمة هيفير، عكسها اسمه لايتر. لايتر اوبجكت، السمول كار تعتبر لايتر اوبجكت. التراك هيفير اوبجكت، ده جسم تقيل وده جسم خفيف. طب الجسم التقيل ده الهيفير اوبجكت ليه صفات؟ الصفات بتاعته عنده more mass. more mass يعني وزنه تقيل. وايه كمان؟ more speed، سرعته كبيرة. وايه كمان؟ more energy، طاقته كبيرة. يبقى كله more mass، more speed، more energy. ليه؟ عشان هو heavier object. طب تعالوا نشوف small car lighter object، عندها less mass، وزنها قليل، less speed، سرعتها قليلة، less energy، طاقتها قليلة. طب تعالوا نفكر، لو حصل لا قدر الله accident أو crash أو collide ما بين التراك وما بين السمول كار، مين هيتحطم أكتر؟ مين اللي هيبوظ أكتر، العربية الكبيرة ولا العربية الصغيرة؟ طبعا العربية الصغيرة هي اللي هتبوظ. ليه؟ لأن العربية الكبيرة طاقتها كبيرة more energy، وسرعتها كبيرة more speed، ووزنها تقيل more mass. فلما هتدخل طق وتقوم خبطة في العربية الصغنونة دي هتبوظها على الاخر، ربنا يسترها. طيب بيقول لنا هنا what happens to object when they collide. collide يعني يصطدم، with each other يصطدم ببعضهم البعض. in the example above if the truck is the faster object، التراك بيكون faster object، it has more energy زي ما قلنا than the car، الكار تعتبر slower object. تمام، كلام جميل. therefore during collision، اسماء التصادم، التصادم ده الاسم، collide يصطدم ده الفعل. the object that has more energy، الجسم اللي بيكون عنده طاقة كبيرة اللي هي التراك طبعا، causes more damage، هيسبب تحطم كبير، than that has less energy، عن اللي عندها طاقة صغيرة اللي هي the car. يبقى الأوبجكت اللي عنده more energy هيعمل more damage. طيب هيدينا example of collision، أمثلة عن التصادم، بس دي بقى أمثلة مفيدة إحنا بنستخدمها في حاجات حياتية في حياتنا.
زي ايه يا ولاد؟ زي ما انتوا شايفين، شايفين البول دي؟ بول اهي، شايفينها؟ كورة شكلها تقيل قوي، مصنوع من ايه يا ميس؟ مصنوع من الستيل الفولاذ، وفي هنا واير، شايفين الواير ده؟ واير اهو رابطها، واير من الحديد رابطها ايه؟ رابطها بجسم في السقف. اسمها ايه؟ اسمها ريكينج بول. الدبليو دي يا ولاد سايلنت، لا تنطق، اسمها ريكينج بول. ريكينج بول يعني ايه؟ الريكينج بول يعني كرة الهدم. طب يا ميس احنا بنستخدمها في ايه؟ اقول لك مثلا انت عندك الصالة، الصالة جنب منها في أوضة، فانت حبيت ان انت تفتح الحيطة اللي ما بين الصالة والأوضة وتعمل ارج كبير بقى، وتحط شاشة ال سي دي وسماعات، وتعمل ايه؟ تعمل صالة واسعة اللي بيقولوا عليها ارج، وتحط نجفة وكلام زي كده. طب انت هتجيب عمال البناء يقعدوا يمسكوا شاكوش ويفضلوا تك 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 يدقدقوا؟ لا، بيروح يجيب الراجل المقاول او اللي بيشغل عمال البناء، بيستخدموا الاداة الحديثة دي اللي اسمها ريكينج بول، اللي هي الكورة المعدنية دي، بتكون ليها سلك كده، سلك برضو مصنوع من الفولاذ ومتعلقة في حاجة زي سقف كده، بيمسكوا الكورة دي يقوموا خابطينها في الحيطة، يعني حركوها كده اهو، هي متعلقة بتقعد ايه؟ تتمرجح، تك تقوم هدى الحيطة، تك تقوم هدى الحيطة، وفي ثواني بيكونوا هدوا الحيطة دي في ثواني، ويبدأ بقى يفتح الأوضة على الصالة ويعمل الأرج الكبير اللي نفسه فيه. طب ايه هي المواصفات بتاعت الريكينج بول؟ بنقول عليها نمبر 1، It's a very heavy steel ball. قلنا كلمة ستيل يعني فولاذ، يعني صلب، يعني قوية جدا. هيفي، هيفي يعني تقيلة، يبقى كرة مصنوعة من الفولاذ وتقيلة. ذات سوينج، قلنا كابل، بتقعد تتمرجح في الكابل اللي هي متعلقة فيه ده، تمام، بيكونوا معلقينها في حاجة كده فوق هنا ومربوطة اهي، يزقوها كده تقوم تقعد تتمرجح في الكابل دوت، وتقوم خابطة الحيطة وتقوم هداها عشان تفتح الأرج اللي نفسك فيه. يبقى it's a very heavy steel ball that swings on a cab. Number two, it's used to. هيجي لك في الامتحان يقول لك used to ايه بقى؟ A wrecking ball، خلي بالك ال W silent. To collide. To collide يعني تصطدم وتحطم. With a wall، الحيطة. Of a building، المبنية. To help construction worker، عشان تساعد العمال بتوع البناء. Knock down wall يعني يهدم الحيطة. knock down، ال W طبعا silent برضه. knock down wall يعني يهدم الحيطة. or parts of building، أو جزء من الحائط، تمام. يبقى نقول كمان، التكرار بيعلم الشطار. الريكينج بول مواصفاتها إيه يا ميس؟ very heavy steel ball that swings on a cable. it's used to collide with a wall of a building. to help construction worker knock down wall or parts of building. كلام جميل. في الكونسيبت ده يا ولاد احنا هندرس ايه؟ هندرس collision of objects، يعني اجسام بيحصل ما بينها collision، تصادم. وهندرس basics of speed، اساسيات السرعة. كلمة speed اعرفها من دلوقتي يعني سرعة. و energy and collision، الطاقة والتصادم. We effect of speed and mass on collision يعني تأثير السرعة، إن speed يعني سرعة، والماس الوزن على الكوليجن. والإنرجي كونفرجن during collision، تحولات الطاقة أثناء التصادم. تعالوا نقرأ الكلمات عشان مامي طلبت مني نقرأ الكلمات. heavier يعني أثقل، قلنا العكس بتاعها اسمه lighter أخف. collision اصطدام، mass كتلة، truck شاحنة، ريكينج بول ال W سايلنت، ريكينج بول كرة الهد، ستيل الفولاذ، دامج يعني دمار، كونستراكشن بناء، نوك داون الكي سايلنت يعني يهدم، بيزكس مبادئ، سوينج يعني تتأرجع. تعالوا بقى نشوف اكتيفيتي نمبر 2، هيكلمنا عن الكوليجن التصادم. هنقرا الاسئله دي بس مش هنحلها دلوقتي، لما نشرح الدرس هنحلها. بيقول لنا look at this picture then put right or wrong. في ناس طلبت نقول true or false. true or false. number 1،
The ball transfer its kinetic energy to the bat. الكورة هتنقل الكينيتيك انرجي للبات. الكورة دي هتنقل الكينيتيك انرجي للبات اللي هو المضرب، صح ولا غلط؟ هنعرف لما نشرح الدرس. Number two, the ball will move in different direction. البول هتتحرك in different direction، في اتجاهات مختلفة. When the bat hits it، لما البات هيخبط فيها. تمام؟ دوت مثلا الولد ده بيلعب ايه؟ التنس، مع المضرب اهو بتاع التنس والكورة. فبيقول لك الكورة هتتحرك في اتجاهات مختلفة لما المضرب ده هيخبط في الكورة، صح ولا غلط؟ True ولا false؟ فكروا فيها لحد ما نشرح الدرس. طيب بيقول لنا هنا ايه بقى؟ collision in crickets. كريكتس اللي هي ايه؟ زي شايفين المضرب اللي في ايده ده، هو مضرب بس مصنوع من الوود، من الخشب. احنا عملنا زيه في مصر وبنستخدمه، بس مش بالشكل ده، بيبقى شكله كده. هرسمه لكم اهو. تعرف المصريين ام الاختراع عند المصريين، بيخترعوا اي حاجة. ادي المضرب الجميل، انا عندي واحد منه جايباه من زمان، حلو قوي قوي في المصايف. ادي المضرب بتاعنا ده، احنا بقى سميناه ايه في مصر؟ مضرب خشب، زي الناس الفلاحين بيخبزوا عليه العيش، بتلاقي ماسكة بتاع كده ويحط عليها العيش ويقعدوا يعملوا العيش قبل ما يدخلوه الفرن عشان يستوي. فهو مضرب خشب بالشكل ده، وبيبقى معاه كورة بالشكل ده. احنا سميناه في مصر راكت، سميناه راكت، بس هو جاي من اسم اللي هي الأداة دي، اسمها كريكت، كوليجن ان كريكت. تمام؟ زي ما انتوا شايفين اللاعب ده ماسك الكريكت في ايده، وهو مضرب خشب بس شكله زي ما انتوا شايفين كده مختلف عن المضرب المصري بتاعنا، وفي البول اهو وبيلعبوا مع بعض. A cricket is a popular game. هي لعبة مشهورة all over the world، في انحاء العالم المختلفة. In cricket a player use a wooden bat، بيستخدم مضرب خشب to hit a ball، عشان يضرب بيه الكورة. يبقى بيستخدم wooden bat to hit the ball. The cricket player hold a bat، بيمسك البات and moves it as the ball comes towards him. أول ما الكورة تيجي ناحيته هو بيكون ماسك البات بإيده، بيقوم على طول يحرك البات ناحية الكورة عشان يخبط بيه، يضرب البات ويخبط الكورة. At high speed، بسرعة عالية، to collide with the bat، عشان تصطدم بالبات. يعني هو المفروض الكرة يلحقها بالبات اللي في ايده، ما يخليهاش تقع على الارض. اول ما تيجي ناحيته يوم يعمل هيت بالبات اللي في ايده عشان ترد للاعب اللي واقف قصاده في الناحية التانية. تمام؟ يبقى نقول كمان الكريكت is popular game. الكريكت فيها البلاير uses a wooden bat to hit a ball. الكريكت بلاير hold a bat and move it and the ball comes towards him at high speed to collide with the bat. طب بيسألنا هنا يا ولاد، بيقول لنا what happens to the energy. مش احنا عرفنا هم بيلعبوا ايه، بقى قصة الطاقة الانرجي عايزين نعرفها. of the moving bat، للمضرب اللي انت عمال تحركه مرة يمين ومرة شمال ده، الانرجي دي بقى جاية منين وبتروح فين وبتتنقل لمين؟ when it's hit the moving ball، شوف بقى واحد بيفكر قوي جينيوس، بيقول لك اللي بيحصل للانرجي of moving bat، البات اللي انت عمال تحركه ده، when it's hit the moving ball، لما بيخبط الكرة اللي بتتحرك. انت بتحرك البات والكرة بتتحرك، فايه اللي بيحصل للانرجي؟ هيقول لنا قصة الانرجي بقى. ايه هي قصة الانرجي؟ the bat transfers its kinetic energy to the ball. انت بتحرك البات يمين وشمال، فبيحصل حركة، فالحركة دي جاية من حركة ايدك. الكاينيتك انرجي بتتنقل لمين؟ بتتنقل للبات. البات هيعمل ايه؟ يبقى اول واحد البات اللي اخد الكاينيتك انرجي من ايدك، هيعمل ايه البات؟ هيعمل ترانسفيرز، وعرفنا يعني ايه ترانسفيرز واتكلمنا فيه لسون بحال. It's kinetic energy، طاقة الحركة، to mean to the ball، كلام جميل. يبقى البات هينقل الكاينيتك انرجي للبول. خلي بالك السؤال ده اللي جالنا فوق قلنا هنشرحه ونقوله في الاخر. البات
هيعمل ترانسفير للكينيتيك انرجي للبول. Then the speed of the ball increase. السرعة بتاعت البول هتزداد. هي اصلا البول جاي لنا بسبيد. انا لما اديتها بالقوة بتاعت الكينيتيك انرجي بتاعت ايدي نقلتها للباد وراح الباد خبط عمل هيت للبول، هيزود الايه؟ هيزود السبيد لان اخدت قوة فوق القوة اللي هي جاية بيها. يبقى the speed of the ball increase and the ball returns back. والبول هترجع في الاتجاه التاني in different direction، في اتجاهات مختلفة. في اتجاهات ايه؟ خلي بالك من كلمة different دي مهمة. in different direction طبعا هو واقف والناحية في الاتجاه التاني في اللعب التاني، فمهمته ان يعمل هيت بالبات بتاعه للبول ويخليها ترد للاعب التاني اللي في اتجاه التاني اللي واقف في الاتجاه الناحية التانية. فهي بتتحرك in different direction، ممكن تجيله يمين تجيله شمال تجيله في النص. تمام. The collision produced a popping sound. يعني ايه popping sound؟ popping sound عامل زي كده كده popping، كأن انت بتقرع على الباب. عارف لما يحصل خبطة؟ لو انت بتتفرج على لاعبين التنس لو مغمض عينك هتسمع الكورة وهي عمالة تتنقل ما بين اللاعب الاول واللاعب التاني، لما بتعمل تك 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 تك. دي كلمة بوبينج ساوند، ده معناه الكوليجن اللي بيحصل التصادم ده بروديوس بوبينج ساوند. اند ذا بلاير وود فيل ذا بات هيتينج، وهيحس بالخبطه بتاعت البات ان بتعمل هيتينج للبول. كلام جميل. طيب تعالوا بقى كده نفكر في السؤالين اللي احنا قلنا عليها. نمبر 1 ذا بول ترانسفيرز اتس كاينيتيك انرجي تو ذا بات. الكورة هي اللي هتنقل الكينيتيك انرجي للبات. رونج طبعا، احنا قلنا البات هو اللي هينقل الكينيتيك انرجي للبول. نمبر 2 the ball will move in different direction when the bat hits it. ترو، صح طبعا. نشوف هنا بقى check your understanding، اختبر معلوماتك. put true or false. نمبر 1 after collision between a ball and a bat the direction of the ball will not change. الدايركشن مش هيتغير. تعالوا كده نرجع تاني. احنا قلنا the ball return back in different direction، يعني الدايركشن هيتغير. يبقى الجملة دي false. number 2 during collision between a ball and a bat the kinetic energy transfers from the bat to the ball. الكينيتيك انرجي هتتنقل من البات للبول. احنا قلنا كده صح، يبقى دي true. يبقى هنا الاولى false والتانية true واللي فوق false وtrue. الكلمات بتاعت الدرس bat مضرب hits يضرب transfer يعني ال popular معروفة popping sound اللي هو صوت فرقعة او كلمة تك بتاعت الايه الكورة. كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا بتاع النهاردة. في الفيديو القادم ان شاء الله هنشرح مع بعض activity 3 عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم. بيتكلم عن watching object collide. اتمنى لأول مرة تشوفوا قناتي دكتور ساين صفاء تشتركوا معنا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مزيد من الفيديوهات، واعملوا مشاركة يا اولاد مع اصحابكم عشان تعم الفايدة للجميع. في النهاية بقول لكم مقولتي الشهيرة، تعلم العلم وقرأ تحص فخار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة تأخذون الكتاب ناجحين وموفقين بإذن الله. كانت معكم دكتورة صفاء شعلان وإلى اللقاء.